السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، جزا الله خيرا الشيخ وليد خالد جزاء، ولكن انا يعني لا استحق هذا الثناء، انا طالب علم جئت اليكم حتى نتذاكر هذه المتون، لست بعالم ولا يعني استحق حتى ان اكون يعني طالب علم، لكن نريد ان نتعاون في هذه الدوره ان شاء الله تعالى على معرفه الامور التي ذكرها علماء السلف رحمهم الله تعالى. قبل البدء بالدراسه او بهذه الدوره لابد ان نتفق على شروط الدوره، ان اتفقنا مشينا في الدوره، والا يعني كل واحد يكون في طريق، كما قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، يقول قال لي والدي بلسان عربي مبين: اما الموافقه او المفارقه، فاما ان نتفق ونسير في هذه الدوره ونخرج ان شاء الله تعالى بفائده، او اننا نفترق. فشروط الدوره الله اعلم، نريد اول شرط من شروط الدوره ان تكون هذه الدوره لله، فلواحد يكون واحدا في واحد، اخلاص لله تخلص، اردت بهذه الدوره وجه الله سبحانه وتعالى، يعني لم تاتي لا لفلان ولا لعلان ولا لكذا ولا لغرض من الدنيا وكذا وكذا وكذا، تكون لله. حتى نحن الان نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم ويرزقنا واياكم الاخلاص في قول عمل، يعني لو ناتي الى هذا المكان من اجل فلان من المشايخ او هذا المركز او كذا، نحن نريد ان نحن جئنا لله، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد. فالمكان الذي تضع فيه نعلك هنا كون الله ضع معه الدنيا، لا يمكن ان يكون المسجد مكان للكلام في امور الدنيا، في الغيبه، في النميمه، في الاجهزه المحموله، في كذا في كذا في كذا، تكون لله. هذا الشرط الاول من شروط حضور الدوره. الثاني ان المتون هذه المتون العلميه ارشد العلماء الى حفظها. طالب علم لا يحفظ هذا ليس بطالب، وطالب علم يحفظ دون دراسة هذا ليس بطالب أيضا، لابد من الحفظ. احفظ فكل حافظ إمام، متى؟ إذا عمل بهذا العلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: ذهب كل شيء وبقي ما حفظنا، ذهب كل شيء وبقي ما حفظنا. الحفظ لابد منه، لابد لابد تحفظ. الأمة هذه عرفت بماذا؟ الحفظ. أناجيل في صدورهم، نعم، أراد أن يختبر الأديان ويعرف أي دين حق، كتب نسخة من التوراة ونسخة من الإنجيل ونسخة من القرآن وحرف فيها، أدخل هذه النسخة على اليهود فلم يعرفوها، أدخل هذه النسخة على النصارى فلم يعرفوها، أدخل هذه النسخة على المسلمين حققوا وردوها، فعرف أن هذا الدين دين حق. بقي لم يحرف، فلا بد ان نحفظ هذه المتون، الاصول الثلاثه، قواعد الاربع، الدروس المهمه، كتاب التوحيد الواسطي، هذه اهم متون في العقيده تحفظ، ولا بد طالب علم احفظ هذه المتون، اذا ماذا يحفظ ان شاء الله؟ بعد هذا يحفظ مثلا على ما ذكر الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم من المشايخ رحمهم الله بلوغ المرام، احفظ. هذا لا ينفع الكتاب والجهاز وكذا، نعم هذا ليس بعلمك. علمك اذا اردت ان تعرف علمك قال تدخل الى الحمام. ما الذي يدخل معك الى الحمام؟ كتاب؟ مصحف؟ جهاز؟ لا، هذا علمك اللي يدخل معك، الذي تراه في الظلام احسن من هذا، نعم، علمك الذي تراه في الظلام، هذا هو علمك، الباقي علم غيرك. فلا بد من حفظ هذه المتون.
نسألكم في كل درس ماذا صنعتم في الحفظ في المراجعة وكذا، هذا مهم جدا. الأمر الأول الإخلاص ونقول لله، الثاني حفظ المكتوب هذا ولا بد. الأمر الثالث الطريقة في الدرس، كما قلت لكم أنا لست بعالم وأنت تعرف هذا أكثر مني. نريد في هذا الدورة أن نأخذ الدرس، بعد الدرس تتذاكروا فيما بينكم، تبدأ تجتمع في مجموعات وتكتبوا ما أخذنا في الدرس وتضبطوا هذه المسائل، ثم آتي الدرس الثاني أسأل عما أخذنا، ثم يكون هناك وقت للاختبار، عندنا اختبار التحريرية تكتب توزع عليكم إن شاء الله تعالى من قبل الإدارة، توزع عليكم تحلوا لنا اختبار في وقت إن شاء الله تعالى. فنريد منكم أن تكونوا على البرنامج هذا، وقت الدرس لا كتابة لا نظر في جوال في جهاز ولا في أي شيء، تكون معي بس. وسيأتي معنا أنه من أدب طالب العلم أنه إذا أراد الطالب أن يكتب لابد في الكتابة من شرط وأدب، هذا يذكره علماء، لابد إذا أراد الطالب أن يكتب في الدرس لابد من شرط وأدب. الشرط أن يكتب أن هذا من سماع لدرس الشيخ لا من الإملاء، أحيانا تعرف العالم إذا أراد أن يملي يكون يعني مستحضر للإملاء وكذا، أما في وقت الدرس أحيانا قد تخرج منه كلمة وكذا، فهذا الشرط. الأدب لابد أن يستأذن الطالب من المعلم، يقول أكتب، إذا أذن له بالكتابة كتب وإلا نعم. وهذا الذي قلنا أنه ما تكتب ولا تنظر في كتاب ولا غيره، وعلى هذا نتفق، الذي يخرج قلم أو كتاب أو جهاز محمول دون التسجيل لا إشكال، التسجيل ما هي إشكال، لكن يخرج الجهاز ينظر فيها كذا أصبح الجهاز من حقه يعني. نعم نتفق، إذا اتفقنا انتهى كل شيء، لا حديث أثناء الدرس تتحدث مع زميل كذا، على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حقوق ستة لابد أن تؤديها. هذا هو الحق، حق المعلم، ليس حق المعلم يعني تقبيل الأيدي وكذا، لا، معلم لم يأتي، هؤلاء يعني هم أهل السنة، نسأل الله يجعلنا منهم، علماء ما أراد أن تقبل أيديهم وتتمسح بهم، صحيح ما يمكن، ما أرادوا منك شيء، ما أرادوا منك مال، أرادوا منك أن تأخذ العلم. تعمل به وتدعو إليه، هذا اللي يريد منك العالم، تتعاون مع أخواننا في هذا البرنامج، أنا نكون عليه إن شاء الله تعالى. ثم ما تعلم بعد ما ذكرنا، ذكرنا الإخلاص وذكرنا الحفظ وذكرنا السير في البرنامج الطريقة في عدم الكتابة والمذاكرة وحل الاختبارات. الأمر الذي يكون آخر شيء التحلي بأدب طالب العلم، طالب العلم لابد أن يؤثر ويظهر أثر العلم عليه، نعم في كل أمور. ذكر العلماء رحمهم الله أن الحقوق ستة، الحقوق التي لابد للطالب أن يؤديها ست حقوق لابد أن يعرفها قبل الطلب، في نفسه ومع كتابه ومع زميله ومع المكان ومع شيخه ومع علمه، مع نفسه ومع كتابه ومع المكان ومع الشيخ ومع زميله ومع العلم، ست حقوق لابد أن يعرفها. نعم في نفسه إخلاص وهمة وزهد وقناعة وورع وصدق وترك محرمات ومنكرات وغيره، مع الكتاب، هذا الكتاب من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، لابد أن تحافظ على هذا الكتاب
تنظر ما فيه أقل ما تقرأ في الكتاب المقدم والفارس، وهذا سيأتينا كيف تعتاد على هذه الطريقة تحافظ عليه. نعم، مع المكان، هذا المهم عندنا الآن. المكان، هذه المساجد لله، لا تجعلها في الدنيا للنوم، للعب، اتكاء، ما يصلح. ثم الآن يعني الأصل أن تكون المجالس كما كان حال الصحابة رضوان، كان إذا نزل المنزل قال تفرقنا في الشعب والأودية، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا من عمل الشيطان. فكيف تكون مجالس الطلاب العلم؟ لابد أن تجتمع لا تفرقوا. نعم، أيضا نظافة المكان، يعني الآن لا نحتاج إلى أناس يأتوا ينظفوا لنا هذا المكان، لابد كل واحد منا يكون مسؤول عن نظافة هذا المكان. نعم، مع زميل جد واجتهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والتعاون على ما ذكرنا، مع العلم الذي تعلم ماذا يصنع فيه؟ يحفظ، يراجع، يعمل، يعلم، هذا هو حق، لابد أن تؤدي. فإن اتفقنا أخواننا على هذه الشروط نسير إن شاء الله، وإلا إذا أردتم أن ندرس بلا سؤال ولا إجابة ولا غيره ولا نعنف على أحد ولا كذا، إذا نبدأ إن شاء الله تعالى. ولو أردتم يعني نأخذ هذه المتون وزيادة إن شاء الله تعالى، ما عندي إشكال. ليست كلمة تقال باللسان تقول وافقنا على الشروط، لابد أن نطبق. تلعب في الجوال يا أخي، إيه لا يعني لا أحد يعترض بعد هذا أو يتغير. لن نقبل أي عذر لغياب طالب من الطلاب إلا عذر واحد، طالما حضرت الآن أنت ملزم إلى نهاية الدورة، ما تذهب لوين كنت تنصرف دون استئذان. لا نأذن لأحد في التأخر أو الغياب إلا عذر واحد وهو الموت. هذا العذر مقبول، زمان الحمد لله نقوم بتجهيز وتكفين والصلاة عليه ثم نقسم التركة والحمد لله بعد. ما نريد نقبل أي عذر للتأخر، اعتطال متأخر، يتغير عن الدرس كذا، لا يمكن. نعم، لأنه قال العالم هو والدك الحقيقي، هذا يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى وغيره. الآن هل تستطيع أن تخرج من البيت دون استئذان من الوالد؟ إذا عند المعلم ما يمكن أن تذهب وتنصرف حتى تستأذن. في وقت الدرس نحن إن شاء الله تعالى الدروس عندنا بعد كل صلاة كم درس؟ ما أدري كم صلاة نصلي؟ خمس صلوات، إذا خمس دروس، نضيف درس واحد وهو بعد تناول وجبة الإفطار إن شاء الله تعالى. هذا الدرس قد يكون هناك درس، قد يكون هناك اختبار في هذا الوقت، تأتي وتكتب اختبار ولن نطلع عليكم إن شاء الله. لو يعني طالب درس ساعة إلا ربع ساعة، نعم ما نطلع، لكن أهم شيء ما بعد الدرس مذاكرة وكذا. اتفقنا؟ موافقتم على الشروط؟ نرى إن شاء الله. طيب أول شيء قربوا علينا شوية، خلينا نتقدم، أرفع هذا الخلف. طيب يا أخوانا، نحن نريد إن شاء الله تعالى نبدأ وندرس إن شاء الله في هذه الدورة هذا المتون اللي ذكرنا. أعطينا القلم، أنت تغلق القلم الآن؟ الحمد لله. طيب نريد ندرس إن شاء الله في هذه الدورة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والدروس المهمة كتاب التوحيد والبسطة بإذن الله ندرسها، إذا يعني كنتم معي على البرنامج وعلى الحفظ والمثال. أرفع هذه إلا أرفع، لا داعي، ما نريد شيء من هذا أبدا، أرفعوهم كلها. طيب ندرس هذا المثال، إذا لأنه قالوا لي الإدارة قالوا هؤلاء الطلاب درسوا الأصول الثلاثة وكذا،
نسأل من أجبتم يعني ننتقل مباشرة إلى كتاب الفقه أو ندرس. سبحان الله، طالب العلم لا بد أن يكون يعني مستعد في كل وقت، وتسأل عن أي متن ضابط لهذا المتن. إخواننا كيف تدرس متون وأنت لا تدري عنها؟ يعني لو سألت أنا، لو أسأل أحد الطلاب، حضرت دورة ابن كثير؟ حضرت؟ سبحان الله ثقيل. الدورة ابن كثير آخر دورة عمد التفسير حضرت؟ نعم. ماذا أخذت؟ المفروض تسرد كل المعلومات اللي أخذتها، صحيح؟ وتسأل طالب درست؟ قل نعم درست. ماذا درست؟ قل درسنا كثير، دروس كثيرة 10 ساعات في اليوم. طيب ماذا استفدت؟ يقول لا أعلم. إذا من حضر؟ المسجل هو الذي حضر. قلنا علمك هو الذي ترى في الظلام. نعم هذا علم، الباقي علم غير. طيب نبدأ بدراسة متن الصورة الثلاثة. من يحفظ الصورة الثلاثة؟ اللي يحفظ رفع أصبعه. سبحان الله، ما أحد يحفظ؟ نعرف. نعم نعرفه ولكن لا نحفظه. أوقف. تحفظ سؤال واضح، تحفظ الأصول الثلاث، حفظ بصم يعني تحفظ. نعم لا، إجابة واضحة، ما مشكلة، خلي فاضي. من يحفظ الأصول الثلاث؟ أخوان كيف طلاب علم ما تحفظ المتون العلمية؟ ما يسمح. طيب ما هي الأصول الثلاث؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأصول الثلاثة هي أسئلة القلب. طيب جيد، لو قال لك قائل أو أنت ممكن تقول لنا الآن، لماذا نحفظ الأصول الثلاثة؟ هل الله سبحانه وتعالى أوجب علينا حفظ الأصول الثلاثة؟ لا، هذا الجواب قلنا. لماذا نحفظ الأصول الثلاثة؟ لماذا؟ أنا طالب علم ما أريد أن أحفظ الأصول. ما الإجابة؟ نقول الله سبحانه وتعالى قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى من؟ طلاب؟ لا، أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا الأخ يريد أن يصبح طبيب، يريد أن يصبح طبيب، ماذا يصنع؟ يسمع، يأخذ بعض الكتب واشتري بعض المعدات، ثم يأتي يفتح مكان ويعالج فيه الناس، يصح؟ يصح أو لا يصح؟ نعم لا لا، هذا ولا يصح يكون نجار أصلا. كيف يصبح طبيب ويعالج الناس؟ تريد أن تكون عالم؟ ما يمكن أن تطلب العلم على ما تحب وتقول هذا لا أحفظ وهذا أحفظ. لا بد أن تسير على النهج والطريق الذي خطوا لنا العلماء حتى تصل إلى ما وصل إليه. نعم، ألف العلماء هذه الكتب وأمر الطلاب بحفظها، صح؟ إذا لا بد أن تحفظ. إذا ما تحفظ أنت لست بطالب علم أصلاً، ولا تستحق أن تكون على هذه الطريقة أصلاً. فلا بد أن تحفظ، لا بد أن تحفظ هذه المتون، وسترى إن شاء الله تعالى ما الثمرة من حفظ هذه المتون. قال ذهب كل شيء، يقول هذا الشيخ العذني رحمه الله وبقي ما حفظه. الآن لو طلب من هذا الأخ أن يلقي لنا كلمة، ماذا يقول؟ إذا كان يحفظ الصوت فلان هذا أحسن كلمة، من أحسن الكلمات. صنع مسابقة في الجامعة الإسلامية، مسابقة في الخطابة، قام طالب وألقى عليه متن العقيدة الوسطية، اختيرت هذه الكلمة من أفضل الكلمات. لماذا؟ كلمة منسقة مرتبة فيها قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما يصلح أتينا طالب يقول والله أنا هذا كتاب الأحفظ، أنا هذا مصيبتنا اليوم. طلاب هم الذين يختاروا،
فعندنا بعض الطلاب قال اسمع، هذه الدورة إما أن تكون في العقيدة الأصلية أو لا أحضرها، أنا طالب علم ما أريد أن أدرس. الصورة الثالثة هذه عندنا تدرس للأولاد الصغار. طيب نسأل عما فيها، أجاب الحمد لله ندرس الوسطية، لم يجب ما يصبح أن ندرس الوسطية قبل أن ندرس هذه المسألة. ولهذا يعني من النصيحة الدين النصيحة، ما يمكن يعني أن يأتي إنسان وغش، وغشنا ما ليس منا. نبدأ بالوسطية أو بكتاب التوحيد قبل الوصول الثالث بعدها ما يصبح. فمعكم إلى صلاة الظهر تحفظ اللي تقدر عليه من الأصول الثلاثة. طيب أنت أول واحد سمع عليه بعد مفوق. تفضل. الأصول الثلاثة قبل البدء بدراسة أي متن من المتون أو عندما تقتني كتاب، ما تصنع مجرد ما تأخذ كتاب وتشتري كتاب أو يهدأ لك كتاب، أقل ما تقرأ في هذا الكتاب تقرأ المقدمة والفهرس، تقرأ المقدمة ومقدمة الكتاب والفهرس، لأنه بالمقدمة تعرف مصطلح المؤلف والغرض من التأليف، وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب. طيب هذا المتن، متن الصورة الثلاثة في ماذا؟ في التوحيد، صحيح؟ نعم. لو قال للقائل لماذا ندرس التوحيد؟ ذكر لكم الشيخ وليد حفظه الله أن هذه الدورة في ماذا؟ في التوحيد. لو قال للقائل لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا هذه الدورة في التوحيد؟ لماذا لم تكن الدورة في الفقه، في الأصول، في الفرائض، في كذا؟ لماذا هذه الدورة؟ من الذي يعرفها في أسرع؟ لماذا ندرس التوحيد؟ بسم الله. أوقف. نعم. لأنه أصل الأصول. أصل الأصول. لأنه بعث الرسل من بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. ودعوة الأنبياء والرسل أتباع من بعدهم وغيرها. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أن يعمل إلا به، لا يدخل الجنة الموحد، استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، حلاوة الإيمان، سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اجلس. نحن بحاجة للتوحيد أكثر من حاجة طعام وشراب، ما ممكن نستغني عنه طرفة عين. ثم أي إنسان، أي واحد يسأل لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا هذه الدورة في التوحيد؟ تقول له تعالى خلقك الله سبحانه وتعالى حتى تكون واحد؟ تقول نعم. وأعلمك الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل بالتوحيد؟ تقول نعم. وأعلمك الله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة إلا موحد؟ نعم. هل أنت موحد؟ قل نعم أنا موحد. تقول طيب تعالى اشرح لي هذا التوحيد الذي أوجب الله عليك وجعل أوجب الواجبات وأول الواجبات ولا أقبل أي عمل به ولا أدخل الجنة إلا موحد، وتدعي أنك موحد. ما هو التوحيد؟ إذا عرف فهو، وإذا لم يعرف فشهادة الموحد شهادة زور. فالذي لا يعرف التوحيد هل هو موحد؟ لا. تسأل ما هو التوحيد الذي أوجب الله عليه؟ ثم أيضا تقول تعالى هل أنت مشرك؟ قل أعوذ بالله لست مشرك. حرم الله عليك الشرك؟ قل نعم. أعظم من كل محرم؟ نعم. وأعلمك الله سبحانه وتعالى أن صاحب الشرك الأكبر نسأل الله السلام والعافية إذا مات عليه فهو مخلد خلود أبدي في النار؟ يقول نعم. ما هذا الشرك الذي حرم الله عليه؟ إذا عرف وشرح بما جاء في الكتاب والسنة فهذا معنى أنه يعرف الشرك، وهو يعني بإذن الله ليس مشرك. لكن إذا لم يعرف الشرك وين هذا؟ أين هذا القرآن؟ خلي أعطيني جوال. الصدق من جاء أخوانا كعب بن مالك صدق في أكثر من هذا. هذا جهاز وين هذا القرآن؟ أعطونا الجهاز. سبحان الله لا أحد. طيب فهذا الذي لا يعرف الشرك لعله واقع في الشرك وهو لا يدري عنه، صحيح؟
وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى شيء يعني عند هذا اعظم كل محرم هو لا يدري عنه. اذا هذا معناه انه لعله وقع في الشرك وهو لا يدري عنه. قال لي رجل بالامس قليل قال لي لماذا تذكر الطلاب هذا؟ لا بد يعرف انت يا اخي تالف قلوب الطلاب هذا مؤلف قلوبهم. قلت يا اخي هذا المسلمين؟ قال نعم مسلم. قلت انا اسالهم عن التوحيد ما سالتهم عن الصيام ولا عن شيء سالتهم عن التوحيد. اذا ما يعرف التوحيد معنى لست موحد ليس موحدين. شهاده الزور انا موحد. اهم ما عليك اهم ما عليك هو معرفه التوحيد. اذا هذا لماذا ندرس التوحيد؟ هذا اهم سؤال. طيب لماذا ندرس التوحيد؟ هذا السؤال الأول قبل البدء بدراسة الأصول الثلاثة. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس متن الأصول الثلاثة؟ بإذن الله جيبها أنت. لماذا؟ يقول أنا مقر أن لابد أن أتعلم التوحيد وخلقت من أجل، لكن كتب كثيرة مؤلفة في التوحيد. لماذا ندرس متن الأصول الثلاثة؟ لماذا لا ندرس كتاب التوحيد؟ لماذا لا نبدأ بكتاب التوحيد؟ لماذا لا نبدأ مثلا بالواسطية بالحموية بالتدمرية لمعة الاعتقاد؟ كتب كثيرة مؤلفة التوحيد. يا أخي لماذا لا ندرس الأصول الثلاثة؟ نصيحة العلماء فتح الله عليك، لأنني طالب، أنا لا أعرف الذي يصلح لي والذي لا يصلح لي. أسير على هذا الطريق أصل بإذن الله كما يصل الطبيب، يرجع يتخصص ويدرس، قرر عليه كتب ثم إجازة ثم كذا ثم كذا. إذا لماذا ندرس الأصول الثلاثة؟ نصيحة العلماء. وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس الركبت أم حمار، ترى إن شاء الله تعالى ثمرة دراسة هذا المتن والبدء به. هذا السؤال. السؤال كم؟ الأول والثاني والثالث. ما هو السؤال الأول؟ تسألني السؤال؟ إيه نعم أنا سألت أسئلة. كم سؤال سألت؟ قلنا لابد قبل البدء بدراسة الأصول الثلاثة من أسئلة. نعم نعرف لماذا ندرس هذا المدرسة؟ لماذا ندرس التوحيد؟ فتح الله عليك. لماذا اخترنا دراسة متن الأصول الثلاثة؟ سؤالين. نعم. فتح الله عليك. طيب السؤال الثالث. قبل البدء في الدراسة لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس متن الأصول الثلاثة؟ السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أنا لا أعرف الأصول الثلاثة، أريد أن تبين لي هذه الأصول الثلاثة، أو أريد هذه الأصول الثلاثة باختصار. تعرف؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر. أسئلة تسأل في القبر عما من ربه؟ من ربه؟ من نبيه؟ عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليك. إذا السؤال الثالث. السؤال الثالث ما هي الأسئلة؟ الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر. وارتاح أي واحد يسأل ما هي الأصول الثلاثة تقول باختصار. ما حتكلم إلا اللي وجهني السؤال أو يرفع السؤال. هي أسئلة هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، يسأل بعض الطلاب هدانا الله إياه يعني لم يعرف الشرط الأول من شروط الدورة، قال أريد جائزة حتى أحضر هذا الدورة، أريد تعطيني جائزة، أنا تعبت وتكلفت وسافرت وكذا، أريد جائزة، ما الجائزة التي يعني أجريها من دراسة الأصول الثلاثة؟ ما الفائدة؟ الفائدة والجائزة أنه إذا تعلم ثم عمل ثم دعا ثم صبر أجاب عن أسئلة القوم. جائز؟ الله نعم جائز، صح؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا أعظم جائزة. وش تريد أكثر من هذا الجائزة؟ صح؟ تكفيك هذا الجائزة. طيب السؤال الخامس، فهرس في الأصول الثلاثة، من يستطيع أن يقول لي محتوى الأصول الثلاثة؟
أنت تقول قرأت عرفت ما في الأصول الثلاثة، ماذا فيها؟ أوقف، ماذا فيها الأصول الثلاثة؟ إيش فيها؟ معرفة الأركان بالنسبة لمعرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، هذه الأصول الثلاثة، غيره إيش فيها؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء، هذا معروف، ما في داعي أن نؤلف الأصول الثلاثة. إن جاءني واحد يوم من الأيام قال أنت درست الأصول الثلاثة؟ قلت نعم. قال لا أترك عندي ملخص الأصول الثلاثة. ما هو؟ قال حديث جبريل عليه السلام يكفي عن الأصول الثلاثة كاملة. هذا مسكين ما عرف الأصول الثلاثة أصلا، ما عرف المتن ولا الله أعلم ما قرأ ممكن. ما هو محتوى الأصول الثلاثة؟ يا أخي يسأل واحد يقول ما هو محتوى هذا البناء؟ تقول هذا البناء له ثلاثة أبواب وثلاث طوابق، في كل طابق ثلاث غرف، وفي كل هذا دليل انه يعرف البناء 100%، صح؟ اما عندك واحد تسال ما هي الاصول الثلاثه؟ قل الاصول الثلاثه اصول ثلاثه، ماذا فيها؟ قال فيها علم، ماذا فيها؟ قال ما ادري، درس؟ لا، قرا؟ لا، ممكن قرا لكن يقرا ولا يدري ماذا يقرا، ماذا تحتوي؟ تحتوي على امور خمسه، تعيد عليها كم؟ خمسة، خمسة أشياء مهمة عندنا، يعني هذا فهرسة الأصول الثلاثة، كم؟ خمسة. الأول المسائل الأربع، الأول مسائل الأربع، وهذا درس اليوم، إلى الآن لم نبدأ في الدرس، والله ما بدأ. المسائل أربع، وهذه سورة العصر، علم، عمل، دعوة، صبر، مفهوم؟ هذا الأول. طيب، الثاني المسائل الثلاث، المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة أسئلة القبر، مسائل الثلاث تأتي معنا أن الله خلقنا ورزقنا. طيب القسم الثالث، لماذا ندرس التوحيد؟ أول درس أخذنا. القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة، شرح أسئلة القبر. الخامس الخاتم، بسم الله. الأول مسائل الأربع، نعم، والمسألة الأربع هي سورة العصر، علم وعمل دعوة وصبر. الثاني مسألة الثلاث، ولا بد أن تفرق بين المسألة الثلاثة وبين الأصول الثلاثة. المسألة الثلاثة تأتينا إن الله خلقنا ورزقنا وتركنا عمل. طيب الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ الرابع شرح الأصول الثلاثة، والخامس ختم الله لنا ولك بالتوحيد. أنا ما بيني وبين أحد أعداء إن شاء الله، أنا أريد أخواننا نتعاون، نخرج من هنا بفائدة. طيب أوقف، ممنوع الكلام. ما هي الأسئلة الخمسة؟ السؤال الأول ما هي أسئلة؟ هذه أقسام لا تتكلم، خليك واقف، تعيد علي أنت، لا خليك واقف، تعيد أنت يا أخي. أنا أهتم كثير الذين على المتكئين، هذا المتكئ يعني مرتاح. أي شيء أخذناه اليوم في الدرس ولا أي فائدة أبدا، وأنت فائدة واحدة. نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا؟ الله يفتح عليك. معرفة الأصول الثلاث. أي نعم. اجلس اجلس. معرفة الأصول الثلاث. نعم، ما هي الأصول الثلاث باختصار؟ العلم، سؤال القضاء. الله يفتح عليك، اجلس، بعدين. الكل يسأل، ما عندنا إشكال. نعم. أي فائدة؟ نعم. أي فائدة أخذناها اليوم؟ اجلس. طيب، من يعيد لي الأسئلة الخمس قبل الدراسة؟ أسئلة خمس قبل الدراسة. إيش عندكم؟ عندكم كتاب هنا؟ لا شيء. أوقف طيب. أوقف. نعم.
ما هي؟ ما هو التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني. أهمية التوحيد. خلاص هذا الأول. أجلس. من يعرف السؤال الثاني؟ نعم. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني لماذا ندرس الأصول الثلاثة؟ لماذا اخترنا دراسة هذا المتن الأصول الثلاثة أنا الطلاب؟ نصيحة العلماء. نعم. والسؤال ما هي الأصول الثلاثة؟ باختصار أسئلة القلب. الرابع. الرابع هذا الثمرة. الثمرة ما هي الثمرة؟ ما هي الجائزة؟ إنه كثير من الطلاب قالوا أريد جائزة آخر من الدراسة هذه. ما هي الجائزة؟ الجائزة قلنا إجابة عن أسئلة القلب. نعم. ثبت الله الذين عملوا القول الثابت. الخامس ما هي الأصول؟ ماذا تحتوي الأصول الثلاثة؟ محتوى الأصول الثلاثة. فتح الله عليك. هي فتح الله عليك. من يذكر لي فهرسة الأصول الثلاثة محتوى الأصول الثلاثة؟ والبقية هذا ليس معي. إخوانا أنا ما راح أحدث جدران. نعم يا أخي. المسائل الأربع. مسائل الأربع. المسائل الثلاثة. والأسئلة الثلاثة. مسائل الثلاثة نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ شرح الأصول الثلاثة. شرط ختم الله لنا ولكم. طيب من يقرأ لي مقدمة الأصول الثلاثة؟ مقدمة فقط. سبحان الله. مقدمة الأصول الثلاثة. نعم. كتاب الأصول الثلاثة. بسم الله الحمد لله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الأصول الثلاثة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. اعلم رحمك الله. قل قال المؤلف أحسن. قال المؤلف رحمه الله. اعلم رحمك الله. اعلم رحمك الله. بدأ يا أخي اسمع اسمع إلى تأليف. سمى أولا بدأ بالبسملة ثم دعا للطالب يدعو لك. هذا فيه المؤلف يرغب ان كل خير الحمد لله. نعم. اعلم رحمه الله انه يجب على كل يجب وجوبا. نعم لزام. نعم. تعلم هذه الاربع مسائل والعمل بهن. طيب فتح الله عليك. هذا الدرس الاول، الان نبدا بالاصول الثلاثه. ما هي المسائل الاخرى؟ الان اخذ سبحان الله. نعم نعم. المسألة الأولى. أوقف، ما حتكلم خلاص. العلم. العلم. العمل به. والعمل. الدعوة. والدعوة. الصبر. الصبر على الأذى. هذه المسائل الأربع سورة العصر. ما الدليل على المسائل الأربع؟ سورة العصر. فتح الله عنك. إذا لابد أولا تتعلم. تعلم تعمل. وإذا لم تعمل أول من تسعر به النار نسأل الله السلامة والعافية. عالم تعلم العلم ولم يعمل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد المثل. هتف العلم بالعمل. العلم ينادي العمل، يتصل العمل، يقول تعال رد عمل، فإن أجابه رد عليه وجاب، وإلا ارتحل لا علم ولا عمل. ذع الله المستعان. عندي سؤال، لو جاءك إنسان وقال اسمع أنا أخاف أتعلم وما أعلم، طيب ماذا تصنع؟ قال لا أتعلم حتى لا أعاقب على ترك العمل، ماذا علي؟ تقول لا لا شيء عليك، توكل على الله. أحسن، تكون جاهل هكذا أحسن، تتعلم ولا تعمل شيء. ها ماذا ما تقولون في هذا؟ لو قال لك قال أنا ما أريد أتعلم، لماذا؟ قال إني أخاف أتعلم ولا أعمل، فأنا لا أتعلم حتى لا أعاقب إذا تعلمت على ترك العمل. ماذا تقول لهذا؟ بسم الله. هو واجب عليه العلم وواجب عليه العمل. الله يفتح عليك. واجب عليك أن تتعلم وواجب عليك أنك تعمل. ثم عندنا ناقض من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام العشر، منها الإعراض عن دين الله بالكلية. لو أعرض عن دين الله كافر، لا أتعلم لا توحيد ولا صلاة ولا غير، هذا مسلم. الإعراض عن دين الله بالكلية، إذن هذا هو يريد أن يصل إلى هذا، إلى ناقض من نواقض الإسلام.
صح؟ نعم، اجلس وتحلى عليك. إذا أول لابد تتعلم أي علم؟ العلم الواجب، أوجب من واجبته التوحيد، ثم بعد هذا يعمل، ثم بعد هذا يدعو دعوة إلى الله سبحانه. طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد هذا يصبر، يصبر على هذا. ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بالصبر؟ ماذا أراد؟ الصبر على الأذى، الصبر على الأذى، لأن طريق الدعوة شاق، فيه مشاق كثير. لا، فتح مالك صح جزء من الإجابة، لكن هو ما أراد فقط الدعوة، أراد أن تصبر أولا عن العلم. فهمت؟ تصبر على ماذا؟ على العلم، تصبر. يقول تحفظ أصول ثلاثة، يقول سمع وطاعة. تدرس وتحفظ كتاب التوحيد الأصلي، يقول تحاول. اصبر، يقول الشافعي رحمه الله، اصبر على جفوة معلم فإن العلم في زهراته. قال إذا غضب عليك المعلم هذا العلم، اللي يغضب عليك هو محب لك. فهمت؟ بعد السوريين يقول يرحم اللي بكاني بكي علي، ولا يرحم اللي ضحكني وضحك الناس علي. صح؟ واحنا عندنا يقولوا من دبك حبك، من دبك حبك، اللي يشد عليك صح، يقول احفظ وراجع ولا تتكلم، هذا محب لك. اما اللي يقول انت ما شاء الله انت شيخ الاسلام، انت روح لا تحفظ ولا تسمع شيء ولا تدعى ولا، هذا من هذا يحبك؟ لا والله ما يحبك. صح؟ قال اصبر على جفوة المعلم، اصبر. اي نعم، لازم تذوق مرارة شوية حتى ترى الحلاوة بعدين. تصبر على ماذا أولا؟ على العلم. طريق بالله، تظن بن عثيمين رحمه الله لعب؟ تظن فانك انت، ايوه انت، تظن بن عثيمين رحمه الله يعرف الكورة؟ ها؟ لا والله ما يعرف الكورة. كان الأولاد يلعب الكورة ويمر بهم محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، هو صغير ينادوها محمد تعال، محمد تعال العب معنا، وضع الكتاب على سبيل شأوه شأوه ما يلعب. ابن سعدي شيخ الشيخ بن عثيمين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله ما يعرف اللعب، ما يعرف الا المسجد والمزرعه، يعمل مع والده صبر. بن باز تظن يعرف اللعب رحمه الله؟ شيخ الاسلام يعرف؟ الصحابه يعرفون اللعب؟ لا والله، رجال صدقوا ما عهد الله عليهم. تصبر اول علم، فجاي طالب المسافات وصل لهن، ها ياخذ درس، قال تعبان انام، وصلنا الساعة 2 بالليل، هذا يبغى يصبر؟ صح، تصبر اول علم، ثم تصبر على العمل، ثم تصبر على الدعوة. صحيح مثل ما قال الشيخ فتح الله عليه، طريقة الدعوة طريق شاق، هذا ياخذ عمر، قال لا مشاكل، أنا أبغى مكان مريح ما في مشاكل. نعم، فإذا صنعت هذا في الدنيا بإذن الله تجيب عن أسئلة القبر. هذا المسائل الآخر، ما الدليل على المسائل الأربع؟ من يعرف دليل على المسائل الأربع؟ نعم يا أخي، سورة العصر وهي والعصر، أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، ولله سبحانه وتعالى نقسم بما شاء من المخلوقات، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا، استثنى من الخاسرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات عمل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دعوة، وتواصوا بالصبر صبر. ماذا قال الشافعي عن هذه الآية؟ نعم،
لما أنزل الله. هل معنى هذا أن الشافعي رحمه الله يقول ما نريد نزول شيء من القرآن؟ لا لا لا، هو قال أن هذه السورة واحدة تكفي في قيام الحجة على الناس. أي أحد من الناس تسأل مسلم أو كافر، أي واحد تسأل هل تريد الربح أو الخسارة؟ إيش يقول؟ يقول أريد الربح. صح، حتى الكافر صح. نعم سبحان الله، كافر تسأل تريد ربح أو خسارة إيش يقول؟ أوقف أوقف خليك واقف. نعم قال الشافعي رحمه الله يا أخي يريد الربح أو الخسارة كافر، يريد الربح لكن هو في عمله ما يريد الربح، خاسر. صح نعم. إذا قامت الحجة على الناس معنى كلام الشافعي بهذه السورة فضلا عن غيرها من السورة. القرآن كل حجة. نعم اجلس. طيب البخاري ماذا قال؟ البخاري نعم. باب العلم قبل القول والعمل. اخواننا ما حد يتكلم من طلاب علم، احنا ما احنا في حراج او في كلام. طالب علم هنا ما يتكلم الا باستئذان. صح. الجن الجن هم جن. ماذا صنع؟ فلما حضروه قالوا جن. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لماذا يقول له هذا الكلام؟ لماذا يقول ستجدني إن شاء الله صابرا واحد ولا أعصي لك أمرا اثنان؟ لماذا يقول له هذا؟ يريد أن يقبل في مرافقة هذا العالم. قال أنا أعرف أداب طالب العلم، أنا أعرفها صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذه أداب طالب العلم صابرا. قال أصبر أصبر ولا أعصي لك أمرا. طبعا لا طاعة لمخلوق في معصية، طاعة في المعروف. صح نعم. باب العلم قبل القول، باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قول الله تعالى فاعلم أولا. إذن لا بد أن نعلم الناس التوحيد، تعلم الناس فتح الله عليهم. طيب هذا هو الدرس الأول. سأل من يعيد علي ما أخذنا في الدرس كامل من أول الدرس إلى ما توقف له. سبحان الله. البقية ما هي شروط الالتحاق بالدور؟ بسم الله نبدأ منها. شروط الالتحاق بالدور. نعم أخي. بسم الله. إخلاص لله عز وجل. إخلاص. فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان. فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورا. الثاني حفظ المتن. احفظ فكل حافظ إمام. بالله تمسك طالب تقول أعطيني شروط الصبر. قل ما أدري. أركان الصلاة. قل الله ما أدري. أنواع التوحيد قول ثلاثة أعرفها. قل ما أعرف. هل طالب علم؟ ها؟ طيب كيف يطلب العلم؟ يطلب العلم يحفظ المتون اللي أرشد إليها العلماء ويحفظ على ما يريد. اليوم مشكلتنا في الطلاب أن الطلاب مشايخ. نعم كل واحد اختار لك ورجع وكذا وكذا. صح؟ نعم. عدم الكتابة. خلاص قلنا منها عدم الكتابة وإنصات للدرس وكذا. المهم التحلي بأدب طالب العلم يعني. نعم. الرابع صبر ومذاكرة قلنا بعد الدرس. نعم. طيب فتح الله عليك. غيره بعد هذا ماذا أخذنا؟ لماذا أسئلة خمسة قبل الدراسة؟ من يعيد علي؟ إخوانا أسئلة خمسة قبل الدراسة. بسم الله ما شاء الله. ما هو التوحيد؟ الآن سورية يا إخوانا والله تحتاج إلى مال. النصر يحتاج إلى مال. توحيد. الناس الآن بحاجة للتوحيد إخوانا. نعم تقصير من الكل إلا ما رحمه.
لابد تعلم التوحيد يا اخوان وعلم الناس التوحيد. قال الشيخ الألباني رحمه الله رجل المهم امسك يهودي قال اسلم ووضع على رقبته السكين قال اسلم قال مهلا 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 ماذا اقول؟ قال لا ادري. انت تريد من كافر مال؟ تريد منه مال؟ يوحد وانت لا تعرف التوحيد. تريد تصلي الصلوات الخمس مع جماعه وانت لا تصلي مع جماعه. تريد منهم كذا وكذا وانت لا تسمع. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا اخترنا دراسه هذا المتن؟ متن الصور الثلاثه. ما هي الصور الثلاثه باختصار؟ لا لا بعده هذا الثالث الرابع الثمره التي نجينا من دراسه الصور الثلاثه الخامس العمل فارست الصور الثلاثه اجلس فتح الله عليك. طيب من يذكر لي الفهرس؟ نعم القسم الأول المسائل الأربع وهذا الدرس الأول أخذناه لله الحمد الأصول الثلاث مسائل الثلاث المسائل الثلاث غير الأصول الثلاث نعم الأصول الثلاث وأخذنا أيضا سبب لماذا ندرس التوحيد والرابع وشرح شرح الأصول الثلاثة والخامس خاتمة فتح الله ختم الله. طيب الدرس الأول نعم ما هو الدرس الأول؟ الدرس الأول هو شرح المسائل الأربعة. ما هي المسائل الأربعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعلم رحمك الله أنه ما هي باختصار؟ المسائل الأربعة هي ستة العصر. ستة العصر. علم. عمل. ثم عمل. دعوة. ودعوة. صبر. صبر. أجلس. ماذا أراد بالصبر؟ الصبر على أنت يا شيخ. أي نعم. الصبر. الصبر على العلم. تصبر أولاً عن علم. ثم العمل. هذا اللي ما يصبر عن علم طالب ليس بطالب. اي نعم الان كيف تعرف مقام تقول درست عند من وكم صبرت صح حفظ قل نعم حفظ قل بسم الله اقرا اي نعم سال الاستاذ الطالب الطلاب عن مساله في الطهاره فقام طالب اوقف المدرس قال اجل سأل عن مسألة في طهارة قام الطالب قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب المياه المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس الماء الطهور هو كذا 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 قرأ الكتاب كاملا وقال يا أستاذ في هذا الكلام يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت سمعت؟ قرأ عليه كتاب الطهارة كاملا في النهاية قال الأستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت هذا إيش؟ هذا إمام احفظ كل حافظ إمام شر نعم يحفظ ويتعلم ويعمل ويعمل الصبر على العلم الصبر على العلم أولا ثم الصبر هذا مشكلة عندنا الآن هذا نريد منكم الآن تصبر ثاني الصبر على العمل تصبر على العمل صعب نعم الصبر على الدعوة طيب تصنع هذا بإذن الله تجيب عن سبيل أقسام الصبر من يعرف أقسام الصبر؟ أخواننا أقسام الصبر نعم صبر على الطاعة صبر على طاعة الله حتى تؤدب وصبر عن المعاصي مو على عن معصية الله حتى تجتنب والصبر على أقدار الله القدر نازل بكلامه تصبر ولا وجوبا فتح الله عليك طيب أخوان تراجع لنا هذا اللي أخذنا الآن تجتمع غيبة نميمة حديث الدنيا أترك تجتمع الآن تكتب ما أخذنا موعدنا إن شاء الله تعالى بعد وجبة الإفطار أنا ما أعرف جئتم للأكل والشرب إذن الحمد لله صحابة رضوان الله عليهم تنظر في حال يعني قلة ذات اليد طلاب لكن خ
خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله وزودهم النبي صلى الله عليه وسلم جرار تمر. إيش أسمع جرار تمر؟ جيش يخرج جهاد تمر. كان القائد يعطيهم في اليوم الواحد المجاهد مجاهد في اليوم يأخذ تمر تمر واحد مجاهد تمر واحد. قالوا ما تغني عنكم التمر؟ إيش تصنع التمر؟ تصنع شيء؟ مثل يعني تأخذ حلوة تغني عن شيء في اليوم؟ قال والله لم نعرف قيمة هذه التمرة إلا بعد أن فقدناها. فقد ماذا؟ فقد التمر، ضاعت حتى التمر ماذا؟ كان يضعها الواحد منهم في فيه ويشرب عليه الماء، ما يأكلها، ما يستطيع، لو أكلها ذهب. يضعها في فيه ويشرب عليه الماء. قالوا ما نخرج الجهاد في سبيل الله؟ ها؟ لا. رجال صدقوا مع عهد الله، تمرة واحدة. خرج. اليوم تمرات الحمد لله. لكن وين عمل؟ ما تجد إلا من رحم الله. فإخواننا يعني لابد أن نعرف هؤلاء الرجال تقدموا، ولابد أن نعلم اليوم بحاجة الناس طلاب علم، طلاب رجال لكن يعرفوا العمل هذا. لا لا أيضا حتى النساء أجمع على كل مسلم ومسلمة. نعم فلا بد نأخذ يعني هذا الدين. الله سائلني يوم القيامة ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين. سائلك الله يوم القيامة تقف وتسأل ماذا جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هل أدوا وبلغوا ونصحوا وجاهدوا؟ تقول نعم. سألك الله عن هذا ماذا عملت فيه؟ هل تعلمت؟ هل عملت؟ هل دعوت؟ هل وصلت سبق؟ لابد أن تعد لهذا السؤال جواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع المحبوب. موعدنا ومعنا الفطور 8:30. نعم الإفطار 8:30. الإفطار 8:30. الآن كم الساعة؟ في المقدمة الساعة كم الآن؟ بعد هم يفطروا كم 10 ساعات؟ لا يبدأ الإفطار كم يبدأ يفطروا هذا ساعة؟ ساعة إفطار ضيع وقتها. كان الجوزي رحمه الله رحمه الله عنه ما كان يجد وقت يأكل ويشرب، ما يجد وقت. أهدي عليه أقول كذا طعام ما أكل حتى فسد الطعام. جاء يأكل ويشرب، اللي جاء يأكل ويشرب خلاص خلوا اجعله يجلس هنا في المطعم وفي الماء هذا ويأكل ويشرب الحمد لله. كل واحد منا الحمد لله في بيته آكل ويشرب. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول كان الناس في القديم يموتون من المال من الجوع، اليوم الناس تموت الشبع. آه نعم الشبع صحيح صح. نعم عندنا كان هناك مسابقة في هذا الهمبرجر في من أكثر من يأكل الهمبرجر. في واحد الله أعلم أنه أكل 7 مات شهيد الهمبرجر. أنا ما جينا نأكل ما شاء الله. لا لا ما نعرف. طيب الساعة كم حتى نعرف من نغيب وكذا؟ أعطيني الساعة نبدأ فيها الدرس. 9:30 موعدنا لما يبدأ موعد جديد. لا هو موعدنا بس. موعدنا 9:30 نرجع. 9:30 هنا. واللي يتغيب. الأمر لا 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 الأمر لله من قبل من بعد. يضرب. زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الإمام والمؤذن. اسمع أنت الكلام. الإمام المؤذن. في كل صلاة يحضر الناس في الصلاة. ما حد غير. شفت مثل ما يحضر الآن في العسكرية في الدوام وكذا. هذا يحضر في الصلاة. في ناس ما يحضروا أبدا لأنهم قبل الإمام المؤذن في المسجد. اللي يتغير يأخذ الإمام المؤذن إلى بيته
تخرجوه دوره الحمد لله. اللي تأخر عن الصلاة تأخر يعني ركعة تذهب عليه ركعة يضرب أو يأخذ شمار، لأن أغلى ما يملك الإنسان في ذاك الزمن شمار، لأنه ما يستطيع أن يمشي في الشارع بلا شمار حاسب الرأس، ما يستطيع. تأخر واحد في المسجد كامل في الكل ما تغيب أحد، هذا تأخر عن الصلاة، صلاة الفجر وصل وأدرك ركعة فاتته ركعة، ما رأى الإمام مؤذن طبعا في آخر الصف، دخل وصلى، عندما سلم الإمام سلم هذا، فهذا الذي بجانبه يحدث بصوت منخفض بقي عليك ركعة، الله سبحانه وتعالى أرحم من هؤلاء، الله يغفرها. هذا المريض مفهوم؟ طالب يقول عندي كذا عندي كذا، عندي غسيل مواعين غسيل الثياب عندي كذا، ما نسمع إلا نسأل الله سبحانه وتعالى وفق الجميع. إخواني ما جئنا نلعب ولا نأكل ولا نشرب ولا ننام ولا تقول ما أحفظ والكذا، والله أنا ذهبت إلى منطقة من المناطق قلت لا بد تحفظ، إيه ما هذا كذا، والله أنا أنام عندما أستيقظ هذا الطالب على راسي قل أسمع، قل يا أخي انتظر أنا الآن قلت منه، قال لا أسمع، هذا إيش هذا الطالب ما نام، أنا والله أنام وما نام يحفظ، وأبيت سهران وتبيت منعما وتريد بعد ذلك لحاق، تريد والله ما تلحق صح، هذا لا يعرف لا النوم ولا الكسل أحلى من العسل، النوم والكسل أحلى من العسل، فعند كسالة وفق الله جميع المحبات والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. أنا لست بأفضلكم، اسمعوا هذا أنا أقولها الآن وإلى نهاية الدورة بإذن الله، أنا لست بأفضلكم لكن بإذن الله، كما معاوية رضي الله عنه خطب في الناس وهلا الصحابة رضي الله عنه قال أيها الناس إن لست بخيركم ولكنني والله خير لكم، قال أنا لست بأفضلكم لست بخيركم لكنني والله قال خير لكم، وأنا إن شاء الله لست بخيركم لكنني والله خير لكم، كسرت كعوبها أو تستقيم. طيب إذا ما نريد يعني كلام أو كذا، نريد عمل إخوان، هذا أول درس، إذا بدأنا من كانت بدايته شديدة كانت نهايته حميدة وسعيدة. طيب الله أفضل.